بسم الله الرحمن الرحيم. انا الاستاذ الدكتور محمد نبيل عطا، استاذ متفرغ الغدد الصماء بكليه الطب جامعه الاسكندريه، وسكرتير الجمعيه المصريه للبدانه والغدد الصماء. انا سعيد ان انا بالتقي بالاستاذ الزملاء في مجال مجال الصحه يعني والتوعيه وحاجه زي كده. وانا بحب دلوقتي انبه على حاجه، ان احنا بنقول ان التقدم العلمي كل ما بيتقدم كل ما التخصصات بتبتدي تظهر وتبان لنا جديده. يعني ما بقاش دلوقتي في الدكتور بتاع علم البطنه العامه، لا ده في بتاع الغدد الصماء، وده اللي انا هتكلم عليه. وحتى بتاع الغدد الصماء لقيناه برضو واحد متخصص في الغده الدرقيه، واحد متخصص في البنكرياس، واحد متخصص في الغده البيتيوتري جلاند ايمين. انما اللي انا احب هتكلم عليه ان في حالات بتبقى مست وعندها اندوكراينال ديس اوردر والهرمونال ديس اوردرز، اول ما بتتشاف عاده بتتشاف بالممارس او يمكن برضو الاخصائي البطنه. فانا عايز ادي رساله كده للزملاء الممارسين او الاخصائيين البطنه، لايه العلامات ان تخليك تقول والله this patient most probably is suffering from a sort of hormonal disorders. لما هتبتدي حتى من اول الولد وهو بيبي، اول ما ابتدى بعد الولاده، لو لقيت الحمد لله طبعا وزاره الصحه دلوقتي عملت روتين ان هي بتعمل تي اس اتش استيميشن عشان نبيك اب او نلقط الحالات بتاعه الهايبوثايرويديزم، عشان مهم قوي في الايرلي دايز ان انا اشوف العيان ده ياخد الريبليسمنت ثيرابي عشان ما يحصلوش منتال ريتارديشن زي ما انتم عارفين وحاجه زي كده. انما انت ممكن تلاحظ الحكايه ديت، لو الام جات لك الولد ما بيقدرش يرضع، ده بيرضع وبينام على صدري فتره طويله، الولد ما بيعملش الحركات زي اخواته اللي كان يبقى يتشقى ويتحرك كده وكده، الولد مش بيتنبه لي، لا الحاجات دي تلاحظ قول لها لازم يتعمل تحليل الغده الدرقيه. لما بيكبر شويه هي ممكن تيجي تقول لك والله انا ملاحظه ان الهدوم بتاعته اللي بجيبها له من سنه هي برضو نفس الحكايه، يعني هو ما بيطولش، الولد ما بيتخنش زي اخواته حد زي كده. تبتدي تفكر برضو تقيس هرمون الغده الدرقيه. حاجه الاهم تبتدي تشوف معدل النمو بتاعه، يعني في خلال 6 شهور زاد 5 سم حاجه زي كده. ولو ان الحاجات دي انا افضل اقول ان حاول تبعته بقى للاستشاري او الاستاذ او وحده الغدد الصماء عشان يبتدي هم مالج. بس انت القطه ان معدل النمو عنده قليل يبقى خلاص النشاط بتاعه الولد بلانتت، وبعدين ما بيفكرش كده، وبعدين شعره بيسقط برضه نفس الحكايه، حولوا لحد بتاع غدد صماء، احتمال هيكون عنده هايبوثايرويديزم. ده الولد شقي شقاوه يا دكتور، ده بيتخانق مع زمايله وعامل لي دوشه وحاجه زي كده وبيخس رغم انه بياكل، برضه اعمل له تحليل غده درقيه، احتمال يكون عنده هايبر ثايرويديزم، فلازم برضه يا تعمل له التحليل يا اما تحوله. بعدين تيجي لمرحله ثانيه، مرحله البلوغ، يجي عند سن مثلا 13 14 سنه الولد بقى مشكله يا دكتور، عند اصحابه كده ابتدوا صوتهم يتخن، ابتدى يبان شنب وهو لسه حاجه زي كده، تبتدي تبص برده ما تلاقيش عنده اعراض البلوغ، برده لازم يا اما تقيس التستوستيرون وتقيس الجونادوتروبين وتحوله من فضلك. يعني انا افضل ان انت تحوله ليه عشان ما ترهقوش بتحاليل ما كانش محتاجها، وما ترهقوش برضو باشعات وتحاليل مش مجال. بس دايما حط في اعتبارك ان تاخر البلوغ ده علامه ان في خلل في الهرمونات او في الغدد الصماء. او البنت لقيتها وهي بنت لسه يا دكتور، وبعدين الدوره ابتدت تلخبط، ده ابتدى فيه يجي لبن من صدرها، لا دي برضو قصه تانية، لازم هتقيس يا اما هرمون البرولاكتين يا اما تيجي على طول محوله كده، عشان احتمال يكون عنده ورم في الغده النخاميه بيفرز هرمون البرولاكتين، وده لازم تبتدي تشوف القصه بتاعته. الولد يا دكتور ابتدت ملامح وشه تبقى كبيره كده وضخمه ومش حلو ابدا حاجه كده، ايديه ابتدت تكبر، مقاس الشوز بقى كل شويه، تبتدي فكر احتمال يكون في زياده في نسبه هرمون النمو الاكروميجالي، فبرضه تحوله او لو عايز تقيس الجروث هرمون يعني كده حاجه مبدئيه كده مفيش مشكله. انما الشاهد في الموضوع انا مش عايز تضيع وقت على الولد، ومجرد ما تحس ان الاعراض دي موجوده اعرف ان عنده خلل في الهرمونات او الغدد ولازم تحوله. وبعدين يجي ولد يقول لك الولد بيتخن قوي يا دكتور وغير زمايله، وبعدين
بياكل كتير، بياكل الشيبسي والمش عارف الكاندي الكاندي والتيك اويز حاجه زي كده، وهيخش في اوبيستي، والاوبيستي بتاعت التشايلد هود والتشيلدرن دي مشكله كبيره. فلازم من الاول تبتدي ايه تنبه على امه وتعملها توعيه صحيه، او تبعته برضو ليه لبتوع الغدد ايه الصماء. البنت تيجي، الست ممكن تيجي تقول لك ايه البنت الدوره اتاخرت عنها، فبتدي فكر في موضوع الايه البرولاكتين او هرمون اللبن. وبعدين يجي لك حاجه تانية، البنت ديت جالها الدوره جت لها وهي سنها صغيره لسه 8 سنين او 9 سنين يا دكتور، والبنت مش فاهمه حاجه، برضو تلاقيها سمينه قوي كده. البنت التخينه يجي لها المنارك بدري، والولد السمين يجي له البيوبرتي تتاخر قوي ايه عن بقيه زمايله. فمن فضلك حاول تشوف معدل النمو، الليفل اوف كونشسنس والكوبريشن بتاع العيان، الانتليكشوال فانكشن بتاعه، البودي ويت، المانيفستيشن اوف بيوبرتي اللي بتحصل عند العيان دي كلها، دي كل الحاجات دي بيكون سببها خلل في الهرمونات او في الغدد الصماء.